بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحضور الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يسرنا أن نلتقي بكم في فعاليات معرض البصرة الدولي للكتاب، وضمن هذه الندوات والجلسات الحوارية التي تقام على هذا المعرض والتقاء مختلف الثقافات في بصرة الشعر والأدب. وبالتالي اليوم ستكون هذه الندوة مخصصة في الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي نظرة تربوية، نبحث في أبعادها، في أهميتها، في المشاكل التي تحصل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والأمور التي تؤدي إلى المعالجة. في هذه الندوة سيكون معنا ضيفين عزيزين إن شاء الله. بداية نرحب بهم وإياكم، الباحث الشيخ عمار الربيعي، طالب بحث خارج وأستاذ في الحوزة العلمية وحاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم جناب الشيخ. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، نسأل الله عز وجل إن شاء الله التوفيق للجميع في هذا المعرض، وأن يكون فاتحة خير في أداء رسالة ثقافية تربوية إلى الجميع. حياك الله. وأيضا سيكون معنا في هذه الجلسة الحوارية في الحديث عن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي والنظرة التربوية لها، كذلك جناب الشيخ الباحث يقظان الخزاعي، وهو طالب بحث خارج وأستاذ في الحوزة العلمية الشريفة وحاصل على شهادة الماجستير في الفقه والأصول. أهلا بكم جناب الشيخ. حياكم الله أستاذ، وأهلا وسهلا بكم. طبعا شكرا للحضور الكريم، الأخوة الأخوات الذين تجشموا عناء الحضور والمشاركة، وشكرا لك أستاذ ولضيفك الكريم. حياك الله، أهلا وسهلا بكم، والترحيب بجميع الضيوف الحاضرين في هذه الجلسة الحوارية. أهلا بكم جميعا، وإن شاء الله تكون الفائدة للجميع من خلال الحديث مع الباحثين الكريمين. نبدأ الحديث مع جناب الشيخ عمار الربيعي، حياكم الله مرة أخرى. ونتحدث جناب الشيخ الأستاذ حول أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لأبناء المجتمع، خاصة أن الحديث كثر في هذه الأيام عن خطورة هذه المواقع ومشاكلها، وبالتالي حتى الكثير من المشاكل الاجتماعية التي حصلت على مستوى الفرد العراقي، بل الفرد العربي، بل على مستوى العالم. فبداية نأخذ نظرة عامة عن أهمية هذه المواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا شك بأنه مواقع التواصل هي تمثل يعني جانب من التلقي بين الباث والمتلقي، حيث كان يعني تاريخيا عملية التلقي تتم من خلال الدروس، من خلال المحاضرات، من خلال نقل المعلومة بالكتب المخطوطة. هذا طبعا مسألة التلقي وقضية التلقي تطورت في القرون الأخيرة حينما ظهرت المطابع، ظهرت المحافل، ظهرت الجامعات. الآن في القرن الحادي والعشرين وصلت المجتمعات البشرية إلى مرحلة أكبر من حالة التفاعل الثقافي والتواصل الثقافي، وهو ما يتعلق باستخدام شبكة العنكبوتية الانترنت والتواصل بين الناس والانفتاح على العالم الخارجي بمقدار أكبر. هذا طبعا قضية التواصل، لابد أن نتنبه إلى أهمية دورها في نقل المعلومة أولا، وبالذات بين المجتمعات البشرية. طبعا هذا نقل المعلومة يتم بأدوار، ربما تكون أدوار إيجابية وربما تكون بأدوار سلبية. بالأساس التواصل الاجتماعي هو المطلوب منه وجود صلة بين أفراد المجتمعات، بين المجتمعات المختلفة، بين الرؤى المختلفة. هذا يمثل مقدار من نقطة الاشتراك بين هذه المجتمعات تلتقي في صعيد واحد، في محفل واحد. سابقاً البشرية أو مثلاً النخب المثقفة، الأفراد الموجودين في المجتمع يلتقون من خلال محافل، هذه المحافل الثقافية، اجتماعات، احتفالات، لقاءات، ندوات. لكن انتقلت قضية اللقاءات والتلاقي الاجتماعي والثقافي إلى مستوى يكون من خلال الهاتف النقال، من خلال الأنظمة الحاسوبية. طبعاً هي تمثل نقلة نوعية للبشرية،
باعتبار أن مواقع التواصل الاجتماعي الآن هي عامل أساسي في تفكير الإنسان، في تغيير رؤاه الفكرية، في مسيرته التربوية. الإنسان حينما يتربى الآن، سابقاً يعني كانت عملية التربية تقتصر على دور الأب، دور الأم، تقتصر على دور المدرسة في التربية. فأحياناً حينما يلام الشخص على سوء تربيته يقول له مثلاً أبوك أمك لم يستطيعوا أن يربوك، مثلاً المعلم لم يكن له دور في التربية. الآن خرج نطاق الدور التربوي من البيت ومن المدرسة ومن المسجد إلى الهاتف النقال وإلى الجوالات وإلى الحواسيب. يعني قصدك معذرة جناب الشيخ هي وسيلة تربوية ممكن تكون؟ لا شك بأنه هي يعني تمثل جزءاً كبيراً مما يسمى بالحرب الناعمة، الحرب الإعلامية، فهي تساهم في تربية الإنسان، في تشكيل شخصية الإنسان، في صقل مواهب الإنسان، كذلك في تصرفاته ألفاظه. يعني نحن الآن ربما الكثير منا أخذ ألفاظه وأخذ سلوكه عن طريق التأثر والمحاكاة مع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. فلا بد أن ننتبه إلى هذا الانفتاح الذي يعني دخلت فيه المجتمعات الإنسانية عموماً. هذا الانفتاح جعل من كل شيء قابل للدخول إلى بيتك. يعني سابقاً مثلاً كأثر تربوي نريد أن نتحدث عنه ودور تربوي، سابقاً أنت تشرف على تربية ابنك في بيتك من خلال مثلاً منعه من الخروج إلى الشارع، من خلال منعه من الاختلاط مثلاً بصديق السوء، من الذهاب إلى بعض الأماكن، تستطيع أن تمنعه من الذهاب. لكن الآن دخلت هذه الأمور إلى بيتك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الآن الطفل الشاب خاصة في الفترة التي مررنا بها في جائحة كورونا، بحيث أصبحت الهواتف متاحة لجميع الفئات العمرية، الصغيرة، المتوسطة، المراهقة، الشباب، الكبار السن، هذه يعني جعل الهواتف النقالة متاحة وبحرية وبانفتاح كامل. ولا يستطيع طبعاً الأب أن يخضع أبناء إلى رقابة تامة أو رقابة كاملة في هذه القضايا. إذن هي دخلت إلى المنظومة التربوية بشكل صريح. لا يمكن لأحد اليوم أن يقول أن نبعد مواقع التواصل عن الطفل أو عن الشاب، هي أصبحت أمر واقع، وبالتالي ينبغي التعامل معها وفق ما يريد الأب أو الأم. أعود لك إن شاء الله بعد ما أذهب مرة أخرى أو بداية إلى جناب الشيخ الباحث يقظان خزاعي، حياك الله. يعني جناب الشيخ، لو سألنا هذا السؤال ولعله يطرح من قبل المجتمع اليوم، مواقع التواصل هل يعني أخذت مكانها الصحيح داخل المجتمع؟ أصبحت هي فعلا مواقع للتواصل كما تسمى، أم هناك نظرة أخرى في هذا الجانب؟ شكرا لك أستاذ. طبعا قبل الإجابة على هذا السؤال اللي تفضلت به، قبل أيام قرأت معلومة. المعلومة تقول واحد من أسباب ارتياح الفرد الوقت الحاضر، واحد من أسباب ارتياحه ومن أسباب فرحه أن يشوف البطارية ممتلئة. من يجي يشوف الموبايل واصل الشحن مالته 100 يشعر بالسعادة، يشعر بالسعادة والارتياح. طبعاً أريد أوصل إلى فد شيء، صحيح، أنه شقد توغلت مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا. طبعاً والعكس هو صحيح. يعني عندما تأتي وتشوف الموبايل مالتك الشحن مالته 5 أو 6 تشعر بالقلق، صحيح، راح ينطف الموبايل، خصوصاً إذا كنت في أماكن عامة، في السوق، في الشارع، في تحاول تجد شاحن وتملأ البطارية، تقول خاف واحد يتصل علي، أحتاج فد معلومة معينة، أكو موعد إلى آخره، لأن صارت كل حياتنا من خلال مواقع التواصل. حتى البيع والشراء متعلقة بحياتك، حتى البيع والشراء صحيح أصبح من خلال مواقع التواصل. بس أنا ذكرت الكيبل مالتي مطي الواحد من دور النشر، نسيت البارحة حطيته بالك يمي، أي بالي يمي، سكون ذكرتوني أروح أجيب الأيرون. زين. طبعاً إتماماً لما تفضل به جناب الشيخ، التحديث الأخير في الشهر السابع سنة 2020 لمستخدمين الأنترنت وصل إلى 5 مليار، يقارب 5 مليار. صحيح. طبعاً في الشهر السابع إحنا هاي 3 أشهر ممكن زادت، وأكيد زادت. هذا مستخدمي الأنترنت بشكل عام.
أما اللي يستخدمون مواقع التواصل بشكل خاص عددهم تقريباً 4.5 مليار، يعني كل 10 مستخدمي الانترنت 9 من عندهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. زين. وحتى نبين يعني فائدة المواقع التواصل بصورة أكثر حتى ما تكون النظرة سلبية وكأنما إحنا نصيد ونريد نشوف بس الجوانب السلبية. يعني واحدة من الأشياء اللي استفادينا منها وكانت مسألة ابتلائية لكل العالم في جائحة كورونا. صحيح. اللي قضت مضاجع العالم بأسره وخطفت الكثير من الأرواح وعرقلت كل الحركة حتى الاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره. لو لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي موجودة ما استطعنا أن نكمل عملية التعليم. في السنتين الأخيرة أتممنا عملية التعليم من خلال مواقع التواصل. طبعاً نعم ما تفي بالغرض ومو مثل التعليم الحضوري، ولكن الشيء القليل أفضل من اللاشيء. لو كان التعليم الحضوري يشكل نسبة نجاح 100%، فالتعليم عبر مواقع التواصل خلي يحقق لي 60، يعني حلت جزء من المشكلة، خلي يحقق 50. صحيح. أفضل من الصفر. زين. فهذا واحد من الأشياء اللي يعني المهمة اللي حققتها مواقع التواصل في الفترة الأخيرة. طبعاً سؤالكم إنه مواقع التواصل أدت الدور اللي عليها أو ما أدت، هاي قضية نسبية ما ممكن القطع، يعني هي مو الجواب بكلا أو نعم أدت أو لم تؤدي، لا قضية نسب. نختلف، ممكن نختلف أنا والمستمع بالنسب، نجحت بنسبة 70% خلينا نقول وحصلت مشاكل وتقاطعات بنسبة 30%، أو لا شخص آخر يقول نجحت بنسبة 60% وفشلت بنسبة مثلاً 40%. طيب شيخنا، يعني لعله أيضا هذا السؤال يتبادر للجمهور الكريم، النجاح من يحدد هذا النجاح؟ يعني قلت لك هي معيار النجاح كيف يكون بحسب بالنسبة لمواقع التواصل؟ بحسب الزاوية اللي ينظر لها المتلقي. وين ينظر؟ للجانب التعليمي، للجانب الاقتصادي، لأي جانب ينظر يشوف النجاح. وهذا هم ما ممكن الإنسان يكون عنده استقراء تام ويطلع على كل الحالات في كل العالم حتى يحدد، ممكن يأخذ عينات عشوائية في منطقته في بلده. طبعا وهذا يقودنا إلى مسألة أنه حتى إحنا ما نكون مثاليين بصورة مبالغ بها، أكو مشاكل وأكو تقاطعات تحصل، وهذا يجعلنا نبحث في أساس وجذور المشكلة. لابد أن نذهب إلى جذور مشكلة التقاطعات ونحلها. إحنا ما ممكن نشوف مثلا شخصين اختلفوا في موقع من مواقع التواصل، في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام، التليجرام، ما شاء الله، نجي نعالج هاي الجزئية، نجي لهذا الشخص والشخص الآخر اللي اختلفوا ونقلهم يا بي أنتم مثلا كبار في العمر، عندكم تعليم معين، من بيئة محترمة، من عوائل محترمة، ما يصير هذا الاختلاف. إذا حلينا هاي الجزئية ما ممكن نحل كل المشكلة، ممكن هؤلاء في وقت آخر أيضا يختلفون وممكن يختلفون مع غيرهم، فلا بد من الذهاب إلى أس المشكلة وجذور المشكلة حتى نحلها، سوف تحل كل المشاكل المتعلقة بها. أنا أعتقد جذر المشكلة هو عدم فهم الاختلاف. زين. الاختلاف حالة تكوينية في الإنسان، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، سنة إلهية، سنة تكوينية في الإنسان، هو لابد أن يكون مختلف عن الآخر، مثل بصمة الأصبع. الآن بصمة الإبهام ما ممكن أن تتكرر، ما ممكن أن تكون نسخة طبق الأصل من بصمة إبهام شخص آخر. كذلك العقل البشري، العقل البشري نعم توجد مشتركات، ولكن مع هذه المشتركات يوجد جزء من الاختلاف، فما عندنا إحنا كوبي بيست لعقول شريحة من المجتمع. يعني أنت تخيل وياي لو كان كل المجتمع طريقة سلوكه واحدة، تفكيره واحد، أكله واحد، ذوقه واحد، يمكن راح تصير حالة من الرتابة وحالة من الملل. أكيد ما عند الناس. ولكن هاي القضية، قضية الاختلاف اللي هي سنة إلهية، سنة تكوينية، فشيء إيجابي. طبعا أنا أتكلم عن الاختلاف الإيجابي، مو الاختلاف اللي سبب التقاطع. هذا يدفعنا إلى تعدد الثقافة،
يدفعنا إلى وجود أنساق فكرية جديدة. أنت راح تفكر من شوف اعتراض من الطرف الآخر اللي هو ينظر إلى زاوية معينة ممكن أنت ما تنظر إليها. أنت هذا علمياً يسمونه اختلاف اللحظات. أنا ألحظ جانب أنت ما جاي تلحظه، ألحظ زاوية أنت ما جاي تلحظها، فأنت مشكور تنبهني على هذه الزاوية. القضية الثانية هو مدام حددنا أنه الاختلاف حالة تكوينية، لابد أن ننتقل إلى شيء آخر وهو إدارة الاختلاف. زين. يعني كيف ندير الاختلاف بصورة إيجابية؟ تقصد طبعاً الاختلافات اللي تحصل في مواقع التواصل يعني؟ يعني احنا مدام الحديث في هذا الجانب تقصد التقاطعات اللي تحصل، مشاكل بعض الأحيان يعني يصل الأمر إلى حتى العداوة والبغضاء بسبب مواقع التواصل، تقصد هذا الجانب أنت بشكل عام يعني؟ أحسنت على هاي الالتفاتة والملاحظة. طبعا هو الكلام عام، المشاكل واقعة في كل أنحاء المجتمع وفي كل مرافق المجتمع، الاختلاف في وجهات نظر وإلى آخره، ومواقع التواصل الاجتماعي واحدة من المصادق، واحدة من تطبيقات الاختلاف وكيفية إدارة الاختلاف. احنا عندنا مواقع التواصل الأشياء إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون مرئية أو مسموعة. طبعاً الأغلب نسبة 70% هي النصوص المكتوبة. فالنصوص المكتوبة هي عبارة عن نصوص جامدة خالية من المشاعر. يعني أنت اليوم من تكتب نص معين، من تكتب تعليق، من تكتب موضوع، ممكن مثلاً شخص يعلق وهو في داخله هازل جاي يمزح، بس أنت المشكلة من خلال التعليق ما تشوف هاي تعبيرات وتقسيمات الوجه، فهذا النص راح يكون جامد. فنحتاج إلى بيان ونحتاج إلى توضيح أكثر، يعني أنت توضح مرادك، توضح للطرف الآخر وجهة نظرك، حتى إذا كنت مازحاً، إذا كنت هازلاً، إذا كنت جاد، إذا كنت مستفهم. مرات أنت تكون مستفهم الطرف الآخر ما يفهم. طيب، أنت مستفهم. إذن بالنتيجة حتى نخرج من هذه النقطة، قضية مواقع التواصل وأخذ دورها داخل المجتمع قضية نسبية، ما ممكن نكون هي 70% 80% زين 30 مزين، بحسب الاستخدام وبحسب الواقع. أكيد. طيب، أعود لك إن شاء الله مرة أخرى، أعود إلى جناب الشيخ عمار ربيعي. جناب الشيخ، كنت تتحدث أنت عن الجانب التربوي، واليوم مواقع التواصل أصبحت جزء من حياة الإنسان، وداخل الغرفة داخل البيت الواحد أكثر من جهاز، بل حتى الأطفال اليوم لعله الحاضرين على معرفة بهذا الموضوع، حتى الطفل بعمر 3 سنوات أو 2 سنين بدأ يلزم الهاتف المحمول بإيده أو الآيباد أو ما شابه. بالتالي كيفية التعامل الصحيح مع هذا الأمر؟ أنتم من الناحية الشرعية لديكم إشكال في هذه الاستخدامات؟ لديكم فد ملاحظات معينة؟ الهدف من وجود هذه المواقع داخل أبناء المجتمع بصورة عامة؟ بالنسبة يعني إلى عملية الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا شك بأنه إحنا يعني كوجهة نظر شرعية هنالك نقول هنالك فوائد نسميها بمحللة وجائزة ومباحة، هنالك فوائد ربما يعني هذه الفوائد المحللة تكون فوائد علمية، السرعة في إعطاء المعلومة، السرعة في إيصال المعلومة، قضية ممكن يعني الإفادة منها في قضية الدراسات العلمية، في البحوث العلمية، في الدراسة الأكاديمية، سواء في الدراسات أيضا يعني حتى غير الممنهجة أيضا ممكن الاستفادة من مواقع التواصل. فهنالك أهداف نستطيع أن نقول أنها محللة وكذلك هي نافعة ومفيدة في استخدام قضية التواصل الاجتماعي. لابد أنه أيضا هنالك فوائد أخرى تتعلق بالتأثير المجتمعي والنقول التواصل المجتمعي بين أفراد المجتمع. يعني نحن الكثير من الأمور يعني المتعلقة مثلا مشاركة الناس بأفراحهم بأحزانهم، مشاركة الناس في آمالهم، مشاركتهم في التفكير بالخروج من بعض المحن، هذا يتم عن طريق من؟ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. نحن حتى بما نحن كأفراد رجال دين الكثير من قضايانا التي تعرض علينا نستفيد منها ونستشير منها الآخرين من خلال من؟ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فهي فوائد كبيرة وجليلة، يعني خاصة أيضا كذلك التبليغ التربوي هذا مهم جدا. يعني نحن نتحدث عن تبليغ تربوي يعني أوسع من التبليغ الشرعي، نتحدث عن إيصال المسائل الشرعية، إيصال الأفكار البناءة، إيصال
المواعظ الأخلاقية هذا مهم جدا يكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هسه احنا ربما حتى بما فيها اللي احنا نسميها مصطلحنا في مواقع التواصل الصباحيات هاي اللي دز لك اياها صديقك صباح الخير صباح النور اللي بعضهم ربما يتضجر منها لاجل كثرتها يعني كثره ارسالها في الهواتف النقاله، هاي بحد ذاته هي نوع من التآلف نوع من التواصل بينك وبين هذا الذي يرسلها لك، وبالنتيجه انت الكلمه الطيبه كما هو وارد في الروايه الكلمه الطيبه صدقه. هذه الكلمه الطيبه تنتقل بسهوله تنتقل بيسر، بدل انه انت الان شخص تنقل له الكلمه الطيبه وهو في خارج العراق وهو في مدينه بعيد عنك وهو مثلا كذا. التلاقح الفكري بين المجتمعات، يعني هسه احنا ربما كمجتمع عراقي ربما الكثير من المجتمعات الانسانيه الموجوده على مستوى العالم لدينا نظره مغلوطه عنها، هذه لم تصحح الا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني سابقا كان يفترض علينا ان نلتقي بهم مباشره، الان لا، بالنسبه من خلال مواقع التواصل نستطيع ان نصل برؤيه المجتمع الحالات الايجابيه الموجوده في مجتمعنا. طبعا هنالك يعني فوائد اخرى تتعلق يعني فوائد هي ربما يعني تصنف ضمن نسميها يعني بالطريقه الشرعيه اللي هي لا هي من المحرمات ولا هي من الواجبات، اللي هي بعض الامور المباحه مباحات. بعض الامور المباحه يعني الانسان ربما يشعر بالملل من بعض الاوقات انه لديه فراغ معين فيقضي هذا الفراغ في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا قضاء الاوقات يعني الترفيه عن النفس هي جزء منها، يعني انت بما فيها يعني احنا خلي نثبت نقطه مهمه لعله البعض ياخذ صوره مغلوطه عن الشريعه بانها تقف مثل بالضد من قضيه الترفيه عن النفس او استخدام هذه المواقع او قضاء مثل بعض الوقت عليها. هذا الامر غير موجود يعني من ناحيه الشرع، لا شك بانه يعني قصدي الشرع لا يتقاطع مع لا بالنسبه الى الشرع تعلمون يتعارض مع الامور المحرمه التي حرمتها الشريعه، اما عموم الترفيه يعني والتواصل يعني بما فيها يعني مثلا المواقع المقاطع التي يتناقلها الكثير من الاخوه المقاطع المضحكه. صحيح. هي طبعا اذا لم تكن تمس شريحه معينه او تنتقص من فئه اجتماعيه معينه وانما هي لاجل يعني لاجل افراح الاخرين وادخال السرور على قلوبهم فبالعكس هذا ربما يكون ايضا من المستحبات الشرعيه ادخال السرور على قلب الانسان الاخر. فالحياه ليست هي يعني الحياه ما مطلوبه من الانسان بدرجه جديه العاليه، لا بالعكس، يعني احنا في المستحبات الشرعيه مثلا يستحب انه اثناء السفر انه الانسان المفاكهه مع الاخر يعني بالكلام والكلام الطيب، هذه لابد ان نلتفت الى ايضا هي تدخل ضمن مواقع التواصل الاجتماعي. حب الاطلاع، يعني احنا حب الاطلاع على الاخبار العالميه على الاحداث العالميه من خلال مواقع التواصل ايضا هو من الامور، لكن هنالك يعني امور او استخدام سلبي ومحرف في الشريعه وهو طبعا ايضا يعني في تفكير العقلاء ايضا لا يجوز، مثلا في مواقع التواصل نشر الاكاذيب نشر الاشاعات التشويش على الناس اثاره الرعب. احنا ربما يعني في جائحه كورونا تعلمون انتشرت، هسه نعطي مثالا، انتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي اثارت الرعب. اكيد اثارت الرعب في المجتمعات. احنا يعني انا مثلا شخصيا في ظل جائحه كورونا كنا يعني حتى فضيله الشيخ يقظان الكثير من الاخوه العاملين في مؤسسات المجتمع المدني ايضا كانوا معنا في التواصل مع المستشفيات في ذروه فيروس كورونا، بينما المقاطع التي كانت تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي اثارت الرعب في المجتمع، يعني شخص يمشي في الشارع ويسقط ويقولون هذا مصاب بكورونا، دفن الموتى يعني بالطريقه، شخص ربما يرمي الكمامه ويصور انه هذا ينشر الفيروس وهكذا. الان مساله التفاعل يعني مثلا الايجابي ربما يحصل هنالك نوع من التفاعل السلبي في مواقع التواصل الاجتماعي، اثاره الرعب اثاره الخوف احيانا اشاعه المحرمات او الانحرافات، يعني هذه شيء مهم جدا، يعني قضايا المتعلقه بالفساد الاخلاقي بالشذوذ الاخلاقي حينما تكون عمليه اشاعتها عن طريق مواقع التواصل لا شك بانها تؤدي الى هدم المجتمع. معذره شيخنا، تؤدي رساله سلبيه للمجتمع. احسنتم، يعني حتى ربما الحاضرين على اطلاع على هذا الموضوع اليوم، يعني لا يخفى على احد بانه الكثير من المشاكل لعله جناب الشيخ شاطر للراي التي حصلت في المجتمع داخل الاسره بسبب مواقع التواصل، يعني هذا الكلام عن المحاكم العراقية على سبيل المثال ازدياد حالات الطلاق. اليوم احنا حالات الطلاق بالمجتمع العراقي اصبحت يعني لا مثيل لها ولا يمكن ان تقارن بسنوات سابقة. لما نجي نسأل شنو السبب يقول السبب الواتساب او رسالة او شك او غيره،
القصد يعني إذا كان الاستخدام السيء موجود يعني تكون مشكلة. يعني بالنسبة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، هو طبعا سلاح ذو حدين، بمعنى أنه ممكن أن يستخدم في نفع المجتمع وممكن أن يستخدم في الإضرار بالمجتمع. بالضبط حال حال يعني باقي الأدوات اللي هي مشتركة الاستعمال بين الحلال والحرام، مثل السيف، مثل البندقية. البندقية ممكن أن تحمي بها الوطن وتحمي بها مالك وتحمي بها نفسك وتحمي بها عرضك، وممكن أن تستخدمها في الإجرام وقتل الآخرين. كذلك مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تؤدي نفس الدور. إحنا طبعا مو فقط يعني الإحصائية المتعلقة بالطلاق، يعني إحنا لدينا قضية الانتحار. الانتحار يعني هنالك منشورات موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي تصل بالإنسان تؤزمه نفسيا. صحيح. يؤزمه نفسيا، يصل إلى مرحلة اليأس حينما يرى مثلا مقاطع خاصة فيما يتعلق ببلدنا، ويتم نشر الصور السلبية وتداول الصور السلبية والمقاطع السلبية فقط في مجتمعاتنا. يعطيك يعني مواقع التواصل بس جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم التحرش، جرائم كذا، فتتصور أنه أنت من كثر النشر الإعلامي تتصور أن مجتمعنا ليس فيه بذرة خير، ليس فيه أمل. فبالنتيجة الإنسان حينما يفقد الأمل، خاصة بالنسبة إلى الشباب العاطلين عن العمل، يعني هؤلاء حينما يرى في مواقع التواصل وتكون لديه ضغوطات من قبل مواقع التواصل، ضغوطات نفسية عليه، بالنتيجة تتشكل لديه صورة ذهنية باليأس من الحياة، ويؤدي هذا الشيء إلى الانتحار. تقصد شيخنا يعني لعله مواقع التواصل لدينا في العراق استخدامها خبري أكثر ما هو مثل في معلومة أو نصائح أو غيرها، ممكن هذا الاتجاه أكثر هو يعني ربما خبري يعني ربما سبق صحفي غيره، يعني حتى بعض الناس أصبح يعني يستخدمها لهذا الغرض يعني. حوادث يعني هسه أبسط شيء مثل حوادث السيارات يتم تداولها بشكل كبير جدا في مواقع التواصل. لماذا؟ طبعا تعلمون صفحات ومواقع التواصل والبيجات الموجودة في التواصل الاجتماعي هذه تريد أن تحصل أكبر عدد من المشاهدات، تريد أن تحصل أكبر عدد من المتابعات لصفحاتها، وبالنتيجة بعض الصفحات تفتخر بأنه مثلاً لديها 1,000,000 متابع، لديها 5,000,000 متابع، على حساب من؟ على حساب الأكشنات اللي تنقلها. أكيد. الأكشنات هاي اللي إحنا بالمصطلح الإعلامي عندكم أكشن، يعني يريد لخبر أكشن. يعني مثلاً إحنا في الكثير من الفعاليات الاجتماعية، هي فعاليات تريد نشر الخير، نشر المحبة بين الناس، لا يتم نقلها وتداولها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي. بينما حادثة واحدة مثلاً حادث حريق، حادث سيارة، حادث قتل، تجد ملايين المشاهدات. صحيح. إحنا طبعاً هذا اللي نقول اللي هي التسابق نحو الشهرة الإعلامية هو سبب أساسي في أداء رسالة سلبية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي باتجاه المجتمع، وهذا طبعا هو الدور السلبي والهدف السلبي. المجتمع هم يكون مسؤول، ولو طولنا على جناب الشيخ، يعني المجتمع مفروض يحدد يعني المادة السلبية المادة الإيجابية. أخو أنا مو فاتح النقال وأي شيء أشوفه، يعني مفروض أنا يعني أقيم مادة تستحق المشاهدة، أكو مادة ما تستحق، يعني شوفها هي يعني يجل السامع تافه، مادة ما لها أي مضمون، ما لها مادة أي هدف، فأنا ليش أفتح أي مادة تجيني؟ المفروض أنا أيضا أقيم يعني. الوعي المجتمعي مختلف. صحيح. مختلف الوعي المجتمعي يعني من حيث الفئات العمرية، من حيث الطبقات الاجتماعية، من حيث المستوى العلمي والثقافي والدراسي. يعني أنا ما أستطيع أن أقارن الإنسان المثقف الذي يعرف كيف يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي مع الشاب الذي الآن بزغ فكره وتفكيره وبدأ يشعر بالرجولة وبدأ يشعر بالاستقلالية. هذا يريد أن يعرف كل شيء، يريد أن يسمع كل شيء، يريد أن يطلع على كل شيء. لا يميز ربما خاصة يعني الدور الإعلامي بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدس السم بالعسل. صحيح. يعني هي تعطيك الخبر عنوانه شيء والصورة شيء آخر، وهذا طبعا شيء هذا شيء يعني دور سلبي تؤديه مواقع التواصل. إحنا ما أردنا يعني الحديث فقط عن الدور أكيد السلبي أكيد. لكن في نفس الوقت هنالك دور تربوي، هذا الدور التربوي من خلال متخصصين، من خلال رسائل تربوية، من خلال مقاطع فيديو، من خلال جيد. كلمات يتم نشرها أيضا تساهم ممتاز. في إرشاد الناس. ممتاز. نعود لك إن شاء الله إذا بقى الوقت مرة أخرى، ننتقل إلى جناب شيخ عذرنا شوي طولنا عليك مع جناب شيخ شيخنا الفاضل. يعني مثل ما تحدث جناب الشيخ، اليوم مواقع التواصل لها دور كبير في الجانب التربوي وأصبحت واقع حال بالنسبة لمجتمعنا، فتعتقد اليوم مسؤولية العائلة، الأب، الأم، الأخ الأكبر ربما يكون مسؤوليتهم هي الأكبر والأثقل في توجيه بقية أفراد الأسرة، في متابعة، في مراقبة، في استخدام هذه المواقع استخدام صحيح وإيجابي؟
شكرا لك. طبعا كلام فضيلة الشيخ أثار في ذهن الكثير من الأفكار، وحدة من عدها إن شاء الله أرجع لجواب سؤالك. الله هو إحنا بحاجة في مثل هذه الظروف إلى بث الأمل، يعني يكفي خشونة، يكفي ردود متشنجة، يكفي تقاطعات، لأن بصراحة هذه لا تنتج إلا أزمات نفسية ومشاكل صحيح. نفسية، وهي لعله هذه قضية تتراكم وتسبب يعني هذه كثير من المشاكل، واحدة من عدها الانتحار. فنحن بحاجة إلى بث الأمل، وبصراحة أرجع إلى قضية الكلام والتعليقات، إحنا هم ما يعني خاصة اللغة العربية، يعني اللغة العربية من اللغات الثرية بالألفاظ، يقولون قاموس مفردات اللغة العربية، إذا نجمع مفردات اللغة العربية القاموس مالتها يوصل إلى 12 مليون كلمة، 12 مليون مفردة. اللغة الإنجليزية 600,000 فرق، يعني 20 مرة أكثر اللغة العربية. اللغة الفرنسية 150,000، يعني أنت كل هذا الكم الهائل وهذا الكنز الموجود، وإحنا نرد بالردود المتشنجة والردود اللي تسبب مشاكل وتؤدي إلى العنف والتقاطع وإلى آخره. فيكفي أنه نصدر مثل هكذا لغة ومثل هكذا تفكير. سؤالكم اللي تفضلت به حول قضية أولياء الأمور، طبعاً هي القضية عامة بصراحة، يعني هي تخص حتى الكبار، حتى إحنا تخصنا، بس إحنا من نقول أولياء الأمور، لأن عادة أولياء الأمور يهتمون بأولادهم يعني بصورة كبيرة أكيد، يعني وهاي القضية هم ما لها علاقة بالإنترنت ومواقع التواصل، هاي حالة فطرية دائماً الأب يكون قلق على مستقبل أولاده أكيد، بغض النظر لو لم يكن هناك انترنت وهناك مواقع تواصل. شوف الأب قلق على قضية التعليم، تعليم أولاده، شوفه قلق على قضية الأصدقاء اللي يمشون مع أولاده. فهذه قضية بصراحة قضية عامة، وقضية بغض النظر عن وجود الانترنت. أما الكبار، إذا تكلمنا مع الكبار أيضا، الكبار هم يحتاجون، لأن تعرف هذا فضاء مفتوح وبمغريات والنفس الأمارة بالسوء وكثير من المداخل، مداخل الشيطان، وغياب الرقابة الخارجية، يعني ما عندنا إحنا رقابة إلكترونية تقدر تحدد أنت وين تدخل وين ما تدخل، أو تراقبك أو تعطيك منبه أو إشعار. مسؤولية الدولة يعني؟ نعم، هي أخو هاي مسؤولية الدولة ما لا شك فيه، بس أنا أعتقد حتى الدول ما تقدر تقنن هذه القوانين، الخروقات كثيرة أكيد، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، المواقع يعني الأخرى أيضا كثيرة، ممكن التحايل عليها، ممكن الهاكرز، ممكن يعني أكو كثير من الأمور. الدولة ممكن تقنن، ممكن تقلل، ممكن تضعف من الاستخدام السيء، ولكن أن تقضي عليه ما ممكن. فالرقابة الخارجية الإلكترونية قليلة، فهنا وين نتجه؟ نتجه إلى الحالة الأصيلة والحالة الفطرية، والحالة هي التي تكون المفروض تكون في الواجهة، هي الرقابة الذاتية. زين. الرقابة اللي في داخل الإنسان، هذا اللي مرة نسميه الضمير، اللي مرة نسميه العقل، اللي مرة نسميه القلب، اللي مرة نسميه النفس. طبعاً هو هذا العقل والقلب والنفس يعني أشبه بالمكعب، فإحنا مرة ننظر من هذه الزاوية إلى مركز الحب والكرة فهذا قلب، ومرة ننظر إلى مثلاً الغرائز النفسية هذا نفس، ومرة ننظر إلى الشخص اللي يرشدك إلى الطريق الصحيح فهذا عقل. يعني أنت اختلاف النظرة كل ما تنظر إلى مكان ممكن أن نسميه اسم. فلازم نفعل هاي الأمور، الأمور القلبية، الأمور النفسية، الأمور العقلية، الضمير. الآباء اللي هم محل السؤال، أولياء الأمور، لازم يزرعون هذه الثقافة من نعومة أظفار أولادهم. من تقعد وياه على الأكل، ماكو داعي إنه تجيبه وتسوي له محاضرة وتقعده، من تقعدون على الأكل، على الغداء، على العشاء، تزرع بذهنه هذه المبادئ السامية، الصدق، الأمانة، حب الخير، احترام الكبير. هذه القضايا يا إخوان، هذه الحاجة إلها مستمرة، ما دام إحنا ناكل ونشرب ونتنفس فإحنا بحاجة إلى هذه القيم.
هذه هو بغض النظر حتى عن التشريعات وعن معذرة الشيخ، لازم ما يكون حاجز بين الأب وابنه. يعني مثل بعض العوائل للأسف شوف أكو حاجز، الأب يعني ما يقدر يتكلم. أنا أستغرب من وجود يعني الحاجز بين الأب والابن. لماذا؟ لأن هو الابن من صار كان عمره يوم، صحيح، صار عمره يومين، وصار عمره سنة وخمس سنوات وخمسطعش سنة. الأب وين كان بهاي الفترة؟ هذا الحاجز تدري شلون ينشأ أستاذ؟ هذا ينشأ عندما أترك ابني أنا 15 سنة 20 سنة وأجي أسولف وياه. فعلاً هو أولاً ما يفيد، بعدين اللغة المشتركة ممكن تكون مفقودة بيناتنا، الابن ممكن أنقطع أشواط صعب أن يرجع إلى الوراء. أما إذا كانت من البداية من نعومة الأظفار فهذه أكيد راح تترك أثر طيب. طبعاً هذه القضايا، قضية الوازع الذاتي من إبداعات الفكر الإسلامي. إن الله كان عليكم رقيبة، رقيبة. والله تبارك وتعالى يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق. زين. في كل مكان هو الله تبارك وتعالى معك، فهو الرقيب. فبحاجة أن نفعل هذه القضية، هذا الزر اللي بالموبايلات يكون مظلل يكون داكن، نسوي أخضر، نضغط عليه ونسوي أخضر. هذا قضية الرقابة الذاتية، وننميها، ننميها في قضية أكو صح وأكو خطأ. أنت من تدخل، حتى من تدخل لهذه مواقع التواصل يجب أن تكون هناك هدفية. مرة أدخل أنا أجي المعرض البصرة الدولي للكتاب، أنا لا أعرف اسم كتاب ولا أعرف اسم مؤلف ولا أعرف دار للنشر، يعني ما جاي بهدف. من أعرف هذني أجي أول ما أدخل أروح للاستعلامات، وين دار الفلانية، دار الأعلمي للمطبوعات على سبيل المثال، يقولوا لي بأقصى اليمين، أروح إلها أسأل على الكتاب الفلاني، يعطوني الكتاب بثلاث خطوات، واستثمرت الوقت وصلت إلى هدفي ومبتغاي. ومرة أدخل بدون هدف، أنا مرة أذهب يمينا ومرة أذهب شمالا، أول شيء راح يستهلك الوقت، يكون هناك مضيعة للوقت وبدون هدف ما أصل إلى نتيجة. ورأس مال الإنسان هو هذا العمر اللي يعيشه، هاي الستين، هاي السبعين سنة هي رأس المال. أنت إذا خسرتها قد خسرت كل شيء. الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما مضمون الرواية، لا يوجد ثمن إلى أنفسكم إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها، لا ثمن لأنفسكم إلا الجنة. فأنت بهذا العمر 60-70 سنة ممكن أن تستخدمها استخدام صحيح. فكذلك مواقع التواصل إذا دخلت بطريقة فوضوية، بطريقة عبثية، بطريقة مو هادفة، ما تعرف وين تروح، أكيد راح ترتطم في مشاكل. هاي يعني مثال وتأييد، يقولون من التجر ولم يتفقه، يعني يشتغل بالتجارة ولم يتفقه فقد ارتطم بالربا. طيب. يعني هذا يدخل بالربا من حيث لا يشعر. احنا بودنا بصراحة نكمل الحديث، لكن الإخوان يشيرون لفتح باب المداخلات للحضور الكريم، فالموضوع واضح إن شاء الله لدى الجميع. الحديث عن مواقع التواصل نظرة تربوية، أي مداخلة للباحثين الكريمين تفضلوا إن شاء الله، إذا أحد عنده مداخلة سؤال معين. السماعة موجودة، عفوا الميكروفون نعم موجود. فقط يأشر أي سؤال، عنده إشكال، عنده مداخلة. نعم أستاذ. بما أني من الناس المراقبين إلى عملية التواصل الاجتماعي، وحسب خبرتي في اللغة الإنجليزية فأنا أتابع تقريباً موقعين، الموقع باللغة العربية وموقع آخر باللغة الإنجليزية. أحياناً ما بين يعني كل المتحدثين باللغة الإنجليزية. في نقطة ثارت اهتمامي الحقيقة وخليت نوعية من المقارنة ما بين الطرفين. أنا اللي جاي أشوفه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي العراقية تحديداً، لأن هذه ضمن مراقبتي الآن، أشوف إحنا بالتحديد نأخذ كل ما هو أمي من العالم الغرب ونطرحه إلى مجتمعنا وكأنه زاد ثقافي. أغلب المواقف اللي أشوفها من شبابنا هنا، وأنا زائر بلدان كثيرة جدا، تقريبا أكثر من 15 بلد، كل ما أشوفه هنا وهي تقليد من أمريكا أو أوروبا هي مجرد اقتباسات
من أمية الغرب، وللأسف أنها تقدم هنا بشكل مختلف جدا وكأنها ذات ثقافي. شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا. تعليق دعاتكم. يعني لا شك الأستاذ ما تفضل به يعني في محله. نعم. احنا يعني استيرادنا لثقافة الغرب هو استيراد لما هو سيء وليس لما هو نافع وإيجابي. يعني احنا ربما الإفادة من مواقع التواصل او حتى من شبكة الانترنت، الأخوة يعني حتى في موقع البحث جوجل حينما يدخلون على مستوى الدول العربية، المجتمع العربي يدخل أكثر المواقع التي يدخلها، يعني المواقع الغربية التي يدخلها هي المواقع المتعلقة بأمور لا أخلاقية أو كذا، فنأخذ ما هو سلبي ونترك ما هو إيجابي والملاحظة في محلها، بينما المطلوب من عندنا أنه نستفيد، نأخذ ما ينفعنا. يعني بالنسبة لا إشكال في أنه الإنسان يأخذ من الآخرين ويتعلم، هو أساساً يعني الدول الغربية هي استفادت من الموروث العلمي والأدبي لمجتمعاتنا العربية الإسلامية في الأندلس في بغداد، وانطلقوا منها. وربما يعني بعض الباحثين قرأت له قال إنه لو وصلت إلينا جميع كتب بغداد والأندلس لاستطعنا أن نصل إلى مرحلة متقدمة منذ يعني مثل هذا المواقع يقول ربما نصل قبل 3 قرون. فإحنا مع مما يؤسف له أنه نأخذ الأشياء السلبية كما تفضل الأستاذ. نعم. الوقت بصراحة شارف على انتهاء، هذا تعليق بدقيقة يعني الإخوان يشيرون بنهاية الوقت. انتهت حتى الأسئلة؟ انتهى باب الأسئلة يعني حسب ما أخبرني الأخ في الإخراج بأنه انتهى الوقت يعني. نعم أنا أيضا أجيب على كلام الأستاذ السائل، لعله هذا بسبب يعني قصر عمر التجربة العراقية في قضية مواقع التواصل والإنترنت بصورة عامة، لأن كما تعلمون يعني العالم سبقنا يعني بسنوات كثيرة وهو يعني التعامل مع هذه الأنظمة. وأعتقد أنه بالمستقبل يعني مع وجود مثل هذه الصروح العلمية والثقافية، معرض البصرة الدولي وغيرها، أعتقد بتقادم الزمن راح الثقافة هذه تنمو ويصير حالة من الملل. كل قضية في البداية ممكن أن تكون الحركة باتجاهها عشوائية، ولكن بمرور الزمن توصل إلى حالة الترشيد وحالة الاستقامة. فعلا. شكراً لكم. شكراً لكم. إحنا كان بودنا نأخذ مداخلات أخرى لكن الوقت انتهى. نشكر بداية الضيوف الأعزاء الحاضرين في هذه القاعة في هذه الندوة الحوارية حول مواقع التواصل الاجتماعي نظرة تربوية، والشكر موصول للباحثين الكريمين فضيلة الشيخ عمار ربيع. شكراً جزيلاً جناب الشيخ. شكراً لكم جميعاً. وكذلك جناب الشيخ قضان الخزاعي. شكرا جزيلا. شكرا للحضور جميعا. شكرا لإدارة معرض البصرة الدولي للكتاب. نسأل الله التوفيق لهذه الفعاليات الثقافية، هذه الدورة الأولى، وإن شاء الله تكون دورات أخرى. وما شاء الله اليوم إقامة هذا المعرض في البصرة أثبت بصراحة نجاح بدرجة كبيرة، وهذا التوجه الكبير من قبل أهالي البصرة نحو الكتاب والقراءة هو دليل على أن المواطن البصري يحب الثقافة، بل هو مثقف ويريد الاطلاع، يريد أن يشاهد الثقافات. وأيضا تحية للأخوة العرب الذين حضروا في هذا المعرض وفي هذه الندوة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.